مرحبا بحضراتكم من جديد. دكتور طه، خليني ابدا مع حضرتك النهارده. الاهلي بيسعى اكيد لتجنب المفاجآت، موسم بالنسبه له موسم جيد جدا، فمش عايز حاجه تعكر ده. يعمل ايه النهارده كولر؟ هل يبدا بقوه الضربه؟ هل ما ياخدش المخاطره او ما يزودش المخاطره بالنسبه له؟ شايف القصه ازاي؟ يعني هو الماتش اللي فات غير 8 من الاساسيين، وكان مباراة ضد حرس الحدود، والفريق أدى بشكل كويس خاصة في الشوط الثاني. يعني خد الأمر بجدية في الشوط الثاني، وابتدى يستحوذ على الكرة بشكل كويس. ابتدت اللمسة اللي قبل الأخيرة جيدة جدا من قفشة، وبعدين الفينش جيد جدا من عبد القادر ومن طاهر. فقدر النادي الأهلي يعبر عن نفسه بشكل كويس. النهاردة المباراة ديت محتاج النادي الاهلي يلعب على انه احنا 11 ضد 11، يعني انسى كل البطولات والتاريخ والكلام ده كله، انساها خالص. وانزل 11 لعيب هيلعب ضد 11 لعيب، مش هيلعب معاك التاريخ ولا هيلعب معاك البطولات، مش هيلعب معاك في ارض الملعب. لازم تنزل تدافع عن اسم ناديك بشكل كويس، وتلعب بجديه، وتحترم الخصم اللي قدامك احترام كامل. احترام كامل مش معناه ان انا هخضع عليه في اللعب ولا لا، لكن بشتغل بضغط ضغط جيد جدا، بدافع بشكل كويس، وبقفل الثغرات بشكل كويس، بنقل الكرة للهجوم بشكل سريع وبشكل منظم. بلعب على الاجناب على اساس افتح دفاعات الفريق الثاني، يبقى عندي فيه جابس وفتحات عشان اعمل البنتريشن، الاختراق من وسط ديت الكرات الاماميه. التنويع في الفتح واللعب من العمق مهم جدا، لانه الشوط الاولاني يمكن في المباراه اللي فاتت كان كل اللعب من العمق، صح، ولذلك كان في زحمه جدا ومستعجلين وفاهمين ان المباراه سهله، جه جول في الاول بسرعه. انما الشوط الثاني لما انتشر كويس، وابتدى الهدوء في الاداء والنقل. الهدوء مش معناه ان في بطء، لا يعني لا، لكن بيلعب بسرعه بكل حاجه، لكن ابتدى المنتظرين في الوسط عليه اكتر. وشوفنا الاختراق البنتريشن اللي عمله قفشه لعبد القادر، حاجه جميله جدا، تمريره اخترقت المدافعين كلها وضربت الناس كلها. التمريره الثانيه في زحمه ال 18 ورجعها لطاهر بشكل كويس، طاهر برضه اتصرف فيها، وخلاف فرص كثيره راحت بعد كده، لكن قدروا ان هم يعني عايز افتح الفريق اللي قدامي من خلال المفاتيح، مش اضرب دماغي في الحيط. من خلال المفاتيح يعني ايه؟ ان انا زي ما بقول بفتح، بعمل ستريتش، بلعب من العمق، بلعب كره سهله، الاسيست بيتعمل بشكل كويس، الفينش بعنايه جيده جدا. ده اللعب، ما تصعبش المباراه بالزبط. عليك ده بالظبط، ده اللي عمله النهارده النادي الاهلي. محتاج ان هو يعمل هذه العمليه. هيلعب مع فريق متحمس جدا وربما الفريق دوت يرجع للتاريخ، يقول انا ليا تاريخ ان انا طلعت النادي الاهلي مره من الكاس ولا حاجه زي كده، ولا كسبت النادي الاهلي. اكيد هو بالنسبه له ده الحلم يعني. فبرضه هو يبقى عنده برضه فكره ان احنا لعبنا قبل كده ضد الاهلي وعندنا تاريخ يعني. تاريخ. صح. عشان كده النادي الاهلي يحترم الفريق السويس احترام جيد، وفي نفس الوقت يلعب الكره بجديه جدا وبحرص وباحترافيه وبتنويع في فتح في بدايه الهجمات على الاطراف ومن العمق، في بناء الهجمات بشكل كويس. ما استهترش في النواحي الدفاعيه واقول يعني ده صح ان انا بلعب فرقه في القسم الثاني ولا ممكن تضيع، لا يمكن هي اللي تيجي جول، صح، واحد هيرفع اوفر اقول يا ما بيعرفش يرفعه، يمكن هي دي الرفعه اللي هتيجي جول، صح. فما سيبش حاجه للصدفه. بتفق مع حضرتك. ده اللي الاداء اللي يجب ان يتم النهارده 11 ضد 11 في الملعب فقط، صح، بصرف النظر عن الاعتبارات والتواريخ.